المرحلة. نذهب إلى سوق دبي، معنا من هناك سيد محمد كسواني مدير تداول مركز الشرهان. مرحبا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد سامعني؟ أنا سامعك، هل سمعتني؟ نعم هلا سمعتك. بالنسبة لوضع السوق حاليا، والله بالواقع يعني وضع السوق كما يعني ترون ضعف في أحجام التداولات وضعف في الأسعار، الأسهم المضاربة والأسهم النشطة لاحظنا عليها ضعف في أحجام التداولات مثل إعمار وأرابتك، مع أنه إعمار يعني كانت نتائجها جدا إيجابية، ولكن لم نلحظ دخول المستثمرين، بل لاحظنا هناك في استقرار في الأسعار، لم نلحظ هناك أي يعني لم نلحظ أي هناك دخول إما من قبل المستثمرين محليين أو أجانب، حتى لاحظنا في آخر فترة خروج من المستثمرين الأجانب من السوق، خاصة وأنهم بدوا بالدخول تقريبا من بداية شهر 7، يعني ضاربوا في خلال فترة النتائج ورفع السوق، يعني بالواقع السوق ارتفع من بداية شهر 7 إلى غاية الآن من 1450 ل 1587 أو قرابة 1600 تقريبا. فبالتالي لاحظنا اليوم يعني اليوم في هذه وخلال نهاية الأسبوع الماضي نوع من يعني ضعف على إقبال في الاستثمار، قد يكون يعني لان في ما زلنا في يعني في منتصف فصل الصيف، وبسبب خروج بعض المستثمرين الاجانب لاحظنا بعض الضعف وقل تذبذبات، فلم يعني يقبل كثير من المضاربين على السوق في اخر فتره. طيب هل نعتمد حاليا على استثمارات قويه تاتي من الخارج، صناديق مصرفيه قد يكون لها دور في هذه المرحله اكثر من الافراد؟ بالواقع اي نعم، يعني المحافظ الاجنبيه لما تدخل في ثقل ويكون لها تاثير واضح في السوق، خاصه ان يعني احجام التداولات تعتبر ضعيف، والاستثمار يعني المؤسسي اما محلي او عربي يعني لاحظنا قله الاستثمار، يعني او يعني لا شك هناك يوجد نوع من الاستثمار المؤسسي، ولكن ليس بنفس المقدار الذي شاهدناه في السنوات الماضيه. فبالتالي صار يعني لاحظنا الاستثمار الاجنبي ولو كان قليل له تاثير كبير بالسوق. يعني انظر نقطه، يعني نقطه اخرى عفوا، يعني كان من المتوقع انه يعني بعد انتهاء فتره الاجازات وفتره العيد انه يحدث نوع من الإقبال في السوق، ولكن لم نشهد هذا اليوم. يعني التداول تقريبا قربت 5 مليون في أول ربع ساعة، يعتبر نوعا ضعيف. نأمل أنه إن شاء الله يعني خلال نهاية شهر يعني نهاية فصل الصيف أتوقع أن السوق ممكن ينتعش مرة أخرى، خاصة وأن لاحظنا أغلب النتائج كانت إيجابية مقارنة بالسنة الماضية في النصف الأول، ونتوقع إن شاء الله أن نتائج الشركات سوف تكون إن شاء الله أفضل في الربع الثالث ايضا. فلا شك انه هذا الاستقرار هو استقرار يعني مؤقت ان شاء الله، والاسواق سوف تنتعش. لاحظنا نوع من الاستقرار، يعني لم نشهد حتى ان السوق يعاني من ضعف في السيوله، ولكن لم نشهد عمليات بيع مكثفه يعني تؤدي نوع من الخطر. فالسوق ايجابي ومستقر، يعتبر جيد، لا يوجد اي عمليات بيع كثيفه، وهذا يعتبر مؤشر ايجابي. نعم، اشكرك محمد كسواني على هذه المعلومات.